تعالوا نتقي الله سبحانه وتعالى، وتعالوا كمان للمتزوجين والمقبلين على الزواج، تعالوا نهتم ويبقى عندنا مهارة الاهتمام الزواجي، ونهتم بشركاء حياتنا ان احنا نسارع في تلبية احتياجاتهم، ونعرف ان هم احنا حياتنا مشتركة، مش كل واحد عايش لوحده، ننتقل من الانا الى النحن، وبعد كده ايه اللي حاصل؟ وببساطة خالص ما نستصغرش اي حاجة في الاهتمام. الاهتمام الصغير بيحسس الانسان ان هو حاجة كبيرة عند الشخص ده. الحاجة الثالثة والمهمة كمان ان احنا طول الوقت ببساطة خالص نتحاور مع بعض عشان نعرف احتياجات كل واحد منا. وفي الاخر اوعوا تنسوا ان كل واحد فينا يدعي بظاهر الغيب لزوجته وحبيبته ولزوجها ولحبيبها، لان ده بيجعل هناك مودة ورحمة، ومفيش مانع ان انت تقول لشريكة حياتك وحبيبتك وزوجتك ان انت دعت لها في صلاتك، ويا سلام لو ان هي قالت له انت اول حد بيكون في دعائي. كل ده معناه الاهتمام، وده بيسبب ارتياح وبيسبب راحة وبيسبب كمان فتح للقلوب. يا رب افتح قلوبنا دايما بالمودة والرحمة، واجعلنا في محل نظرك ومددك يا كريم بالرحمة والألفة، واجعلنا دايما نذوق حلاوة نظرك إلى بيوتنا، ويكون هذا البيت بابا من أبواب الرحمة وبابا من أبواب السعادة وبابا من أبواب السرور والسعة. يا كريم يا ودود يا رب العالمين، أذقنا يا رب العالمين مددك وكرمك لبيوتنا، واجعلنا دائما من أهل السكينة ومن أهل الرحمة ومن أهل المودة. يا جميل يا ودود يا رب العالمين.